إن يغيب على أذهاننا في مثل هذه الأحداث فلا يغيب عنا صلاح الدين، ونستحضره فهو الحاضر الغائب في كل أزمة ومحنة. لا نستحضر صلاح الدين كما يستحضر أصحاب الاعتقاد الكهنوتي، يستحضرون أمواتهم ومن خلف سجاف الموت من أجل أن يؤدوا الواجبات عنهم ومن أجل أن يدافعوا عنهم. إن الأموات انتهت رسالتهم وانتهى تكليفهم، وإنما هو دور الأحياء. أبو بكر رضي الله عنه يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام وجرت الفتنة وفتنة الاختلاف، ليلة الوفاة وفتنة الردة وفتنة، ما جاء وقف في الجموع وقال لهم يا محمد قوموا دافع عنا قوم من قبركم. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبدأ أنفذ جيش أسامة، حرك السرايا لردع المرتدين وقتال مانعي الزكاة، حتى رست الحالة لهذه الأمة واستقرت. عرفتم؟ إذن نحن حينما نستحضر صلاح الدين لا نستحضر استحضارا كونوتيا غيبيا نريده أن يدافع عنا، فلقد انتهى تكليف الرجل وأدى ما عليه وأبرأ ذمته أمام الله، لكن نستحضر سيرته، نستحضر تكتيكه، بل نستحضر تحالفاته التكتيكية التي قام بها عبر 25 سنة حتى استطاع أن يرجع للأمة شيء من عزتها. لما نستحضر صلاح الدين نعتقد أن صلاح الدين حقق للأمة خلاصا عاما نهائيا، لا، صلاح الدين حقق للأمة نصرا في ساحة من ساحاتها وفي مرحلة من مراحلها، واستطاع بوعيه وذكائه وحنكته وصبره ومصابرته ونفسه الطويل أن يسير بالأمة نحو شيء من النصر وشيء من الخلاص وشيء من الكرامة وشيء من كسر الأعداء. لذلك أيها الأحبة نستحضر صلاح الدين، نستحضر سيرته، نستحضر صبره. الناس لما تذكر صلاح الدين حطين مهي، لكن لا يعلمون أن بين صلاح الدين وحطين كان يوجد 20 سنة تمهيدية. كم؟ 20 سنة يمهد فيها إلى أن جاءت حطين. في هذه 20 سنة لو تقرؤون سيرة الرجل، لو تعرفون ماذا فعل، لو ترون كيف تعامل مع الأحداث، لو ترون كيف أوجد التحالفات التكتيكية على كل المستويات